باسم قناة التغيير وباسمي وباسم هذا البرنامج نقدم كامل الشكر والتقدير والاحترام للسيد فايق زيدان لاستجابته أمس وفتح تحقيق سريع وعاجل من قبل القضاء العراقي والادعاء العام بملف الفساد في وزارة التربية. كذلك أقدم شكري وتقديري إلى السيد علاء السعدي وإلى رئيس الهيئة التحقيقية الخاصة في هيئة النزاهة للاستجابة لهذا الملف، ووعدونا خيرا من أجل العراق. لذلك سيدنا بالسياق ذاته أنا أريد أسألك، أنت كنت تقول أن السيد العرجي يعني حاول أن يخفف هذا الاحتقان الموجود في الساعة العراقية، هل نجح السيد العرجي في تخفيف هذا الاحتقان أم أنه الرجل الآن المناوئون شدوا حيلهم؟ يعني أولا أنا أستغرب، أنا سيد قاسم معروف عنه بالأوساط السياسية والأوساط الشعبية أنه يعني غير راغب بأي أسلوب بالتصعيد، يعني هو حتى من يتجاوز عليه يتغاضى. يعني أحد المناوئين الذين دائما يعاديه ويجاهره بالعداء عيانا وجهارا، ذات مرة سألته قلت له سيد لما لا تعقد صلح معه، لما لا تجنح له بالسلم؟ قال أنا لا أرد عليه ولا أريد أن أتجاوز عليه، وأنا أي تجاوز من قبله علي أنا غافر له ذنبه. لذلك أعتقد أن يعني نحن نحتاج إلى مسؤولين بمستوى العفو، بمستوى الرحابة، بمستوى المسؤولية. اليوم المسؤول إذا اعتلى أي صهوة أي منصب أي سدة، بمجرد أنت تنتقده لو يقيم دعوة عليك، لو ينالوا منك، لو يرسل جيوش الإلكترونية، تبدأ بالنيل منك وإسقاطك واستهدافك بطريقة مخزية وغير رجولية ولا تتسم بالفروسية. لذلك أعتقد أن السيد قاسم يعني حقيقة يعني أتمنى على كل من يعني يحاول أن ينال منه أن يفكر مليا أنه رجل طيب بصراحة. وكذلك أيضا بعض الأخوة بمواقع السوشيال ميديا أيضا هم على حق، لأنهم لديهم وجهة نظر، والكلام يعني دائما علي بن أبي طالب يقول الكلام في وثاقك ما لم تتكلم، فإن تكلم صرت أنت في وثاقه. لذلك هم أيضا لديهم وجهة نظر محترمة. وأعتقد أننا إذا مشهد يعني قد يعني الآن بعد المصادقة، أعتقد أننا إذا مشهد جديد، وهو مشهد يعني الهدوء وترك الترجل عن يعني عن لغة التصعيد.